السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم حاسوب للصف الأول متوسط. وصلنا الدرس الثاني نظام التشغيل، صفحة 37 وناخذ 38. ما نظام التشغيل؟ يقول لك عرف نظام التشغيل، وهو من أكثر نظام التشغيل انتشارا، طبعا الويندوز، نظام التشغيل الويندوز، وهو من أكثر نظام التشغيل انتشارا واستخداما في الحواسيب بسبب سهولة استخدامه وتعلمه الاعتماد على الواجهات الرسومية المستخدم GUI. هذا تعريف نظام التشغيل. وأكو بنفس الوقت تعليل لماذا نظام التشغيل ويندوز هو من أكثر نظام التشغيل انتشارا واستخداما بالحاسوب. أقول له بسبب سهولة استخدامه وتعلمه لاعتماده على الواجهات الرسومية المستخدمة GUI. يستطيع المستخدم عن طريق التعامل مع جميع أنواع أجهزة الخزن والملفات والمجلدات الموجودة داخلها. شنو هذه؟ تشمل عملية نسخ الملفات والمجلدات ونقلها من مكان إلى آخر، إنشاء ملفات ومجلدات جديدة، حذف القديمة منها فضلاً عن التعديل على تلك الملفات باستخدام البرامج التطبيقية المخزونة داخل الحاسوب. ما مميزات نظام التشغيل؟ اولا هذن النقاط السته. هنا اكو تعليل ما الواجهه، سؤال ما الواجهات الرسوميه GUI وما الوظيفه الرئيسيه التي تقوم بها؟ الواجهات الرسوميه، اقول الواجهات الرسوميه المستخدم GUI، هذه الواجهات الرسوميه، الواجهات الرسوميه المستخدمه GUI. شنو الوظيفة؟ هذن الوظيفة، يعني كله منها، هذا الجواب كله هنا. نجي على 38. نعم، صفحة 38. ما بيئة نظام التشغيل؟ نظام التشغيل الويندوز يعمل بالاعتماد على، نقول ماذا يعمل؟ شنو البيئة؟ أولا يعمل بالاعتماد على واجهة المستخدم الرسومية GUI، وتمثل هذه الواجهة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز. اثنين تؤمن للمستخدم التفاعل مع الحاسوب باستخدام كل من لوحة المفاتيح الكيبورد والفأر الماوس، وتكون تلك الواجهة الرسومية من الأجزاء الآتية. هذني النقاط ألف وباء وجيم ودال، كل وحدة والمن تستخدم. عدي صور رسومية صغيرة الحجم تسمى الأيقونات. شنو فائدتها؟ توفر سهولة الاتصال مع الملفات والمجلدات والبرمجيات المخزونة داخل الحاسوب. ما هي وظيفة الأيقونات؟ قوائم تحتوي؟ تحتوي على مجموعة من الأوامر التي تسهل التعامل مع هذا النظام. نوافذ منبثقة، عندنا يحتوي كل منها إطار استخدامه للتعامل في تلك مع تلك النوافذ من أجل التمكن من استخدام أكثر من تطبيق في الوقت نفسه. مربعات الحوار تسهل تعامل المستخدم مع نظام التشغيل عن طريق توضيح الخيارات الممكنة كافة والمرتبطة بإجراء ما.